بداية يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل الحاضرين معنا اليوم في فعاليات ملتقى الجزائر الدولي للتراث الثقافي المغمور بالمياه الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون في هذا التاريخ الذي يصادف تاريخ مصادقة الجزائر على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو 2001. مساء الخير ومرحبا بكل من يتابع قناة الشروق الإخبارية وبرنامج أما بعد. إذن عدد هذا الخميس سيكون من قصر الثقافة مفدي زكريا وتحديدا من الملتقى الدولي الأول للتراث الثقافي المغمور بالمياه. إذن هذا الملتقى الذي عرف مشاركة نوعية من مختصين وباحثين وخبراء دوليين وأيضا أعضاء من منظمة اليونسكو. اليوم وحتى نفتح النقاش حول ماهية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ماذا نقصد بهذا التراث، أين هو موجود في الجزائر وكيف نحميه وكيف أيضا ننسق الجهود مع منظمة اليونسكو في إطار اتفاقية 2001. أسعد بأن يكون معي على اليمين السيد منير بوشناقي مستشار التراث الثقافي العالمي. مساء الخير ومرحبا. مساء الخير. الميكروفون فقط سيدي. مساء الخير. وشكرا على الدعوة الكريمة بخصوص هذا الموضوع المهم وبمناسبة أول ملتقى دولي تنظمه وزارة الثقافة والفنون مع خبراء من الجزائر وخبراء من خارج الجزائر. نعم. أيضا معي اليوم على اليسار السيد توفيق حموم المنسق العلمي لهذا الملتقى الذي تحدثنا عنه، وأيضا هو عضو باللجنة أو بالهيئة الاستشارية والعلمية والتقنية لمنظمة اليونسكو الخاصة بهذا التراث. أيضا مساء الخير ومرحبا. شكرا سيدتي على الدعوة الكريمة وشكرا لإتاحتنا الفرصة لنقاش هذا الموضوع اللي هو مهم جدا فيما يخص التراث الوطني. فعلا موضوع مهم جدا وحساس، ومهم أيضا أن يكون معي زميلي كالعادة فيصل ميطاوي. مساء الخير ومرحبا. مساء الخير أسيا، مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين وبهذا الموضوع الجيد. أعتقد لأول مرة يطرح موضوع التراث الثقافي المغمور بالمياه. عادة نتحدث عن التراث المادي والتراث اللامادي فوق الأرض، اليوم نتحدث عن تحت الماء، وهذا أعتقد موضوع شيق للنقاش. فعلا فيصل، وأيضا كما قلت فيصل التراث المادي أيضا لطالما تحدثنا عنه وما زلنا نناضل في إطار المنظمات الدولية للحفاظ عليه ولتصنيفه. اليوم ربما كما تتابعون مشاهدينا الكرام هذا المعرض هو معرض طبعا للنحاس، فيه تحف نادرة، ربما هناك تحف يرجع عمرها إلى 55 سنة. هذا التراث الثقافي الموجود على مدار أسبوع هنا بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، يقدمه قصر الحرف التقليدية والفنون بقسنطينة للسيد محمد صالح فيلالي، الدعوة عامة طبعا لكل من يحب هذا الفن الراقي. بداية حتى نضيء على هذا الموضوع نتابع هذا التصريح لوزيرة الثقافة سوريا مولوجي حول أهداف الملتقى والجدوى منه وما هي الإضافة التي سيقدمها مستقبلا. نتابع ثم نعود إلى قصر الثقافة. ما
تنظم اليوم إذن وزارة الثقافة والفنون عبر المركز الوطني للبحث في علم الآثار ملتقى الجزائر الدولي الأول حول التراث الثقافي المغمور بالمياه، وهذا بمشاركة وحضور لمؤسسات وهيئات بحثية ورسمية أيضا وازنة في مقدمتها اليونسكو ممثلة بالمكتب الجهوي لليونسكو، إضافة إلى باحثين وخبراء ومختصين من دول منخرطة في اتفاقية 2001 اللي هي اتفاقية حماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه. الأهداف العامة المسطرة في هذا الملتقى هي أولا وضع خطة وطنية رئيسة وتحديد كل المؤشرات والمعايير وكذا المرجعيات لدعم هذا التراث الثقافي المغمور بالمياه، إضافة إلى تحقيق استراتيجية وطنية من خلال وضع خريطة وطنية للتراث المغمور بالمياه. وهناك مسألة هامة جدا أيضا سيركز عليها هذا الملتقى، وهي مسألة تكوين المكونين وتكوين الخبراء والباحثين من خلال الاستثمار في المناهج العلمية الحديثة والتكنولوجيا أيضا المتطورة. وبالمناسبة يعني أردت أن أوجه خالص عبارات الشكر والتقدير لقيادة القوات البحرية الجزائرية باعتبارها هي نقطة اتصال اتفاقية 2001، وكذلك الجهة الوحيدة المخولة باستلام كل المعطيات المرتبطة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه، ومن خلالهم أتقدم إلى الشكر الجزيل أيضا إلى كل الأسلاك الأمنية والعسكرية التي تبذل قصارى جهدها وتسهر على حماية موروثنا الثقافي بشتى أنواعه. هي في الحقيقة فيه المركز الوطني للبحث في علم الآثار هو المؤسسة العلمية اللي هي تحت الوصاية المزدوجة لوزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي بدأت وشرعت منذ 2019 في العمل على إنجاز هذه الخريطة، وكان فيه عدة تدخلات يعني استعجالية على مستوى العديد من المواقع في الوطن، من بينها ميناء الحمدانية حيث تم جرد هنا الكثير من المواقع والمضامين لهذه هذا النوع من اللقى التراثية، إضافة إلى أن التراث المغمور بالمياه لا يخص فقط التراث المتواجد في أعالي البحار أو على السواحل الوطنية، ولكن هو أيضا يخص المناطق الرطبة كمنطقة مثلا تاسيلي ناجر أو الأهجار أيضا التي تشكل مناطق لهذا النوع من الأبحاث والدراسة. إذن كما تابعنا كان هذا التصريح، أبدأ معك من اليمين سيد منير بوشناقي. نعم. طبعا المحاضرة التي كانت صباحا في الملتقى الدولي كانت عن اكتشاف المدينة القديمة بتيبازا، محاضرة طبعا مهمة، والحديث كثر في السنوات الأخيرة تحديدا عن هذا المكان وهذه الآثار. هل يمكن أن تضع من يتابعنا اليوم في صورة هذا التراث؟ نعم، احنا يعني أول شغلي في الجزائر بعد دراستي في جامعة الجزائر ثم في جامعة أكسان بروفانس كلفت بمسؤولية الحفاظ على مدينة تيبازا المشهورة، هذه من ضمن المدن الأثرية الموجودة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، واللي كان عندها تاريخ طويل يرجع إلى العصور الخامس والرابع قبل الميلاد أثناء وجود الممالك النوميدية، والعاصمة طبعا كانت مدينة شرشال كانت تسمى يول ثم كايزاريا. تيبازا بقى اسمها من العصور القديمة إلى يومنا هذا. هذه المدينة عاشت كل مراحل التراث اللي عرفته المغرب من العصور الفينيقية البونية الرومانية البيزنطية الفاندال، يعني كل العصور مرت على مدينة تيبازا، وعندنا آثار يعني بقى محفوظ يبين كيف كان النسيج العمراني
مع الطرق الرئيسية، يعني مع المباني الرئيسية، مثلا القاعة العامة الفورم يقولوا له باللاتينية، المكان اللي كانوا يعملوا فيه المحاضرات، كذلك البيوت القديمة كله بقاو، وفي بيوت يعني مفرشة بالفسيفساء القديمة. ثم دخلت هذه كانت في العهود الوثنية، ثم دخلت الديانة المسيحية. تيبازا موجود فيها أكثر من 5 كنائس ترجع للقرن الرابع والخامس بعد الميلاد. طبعا هذا الوجود البحر هو اللي سهل العلاقة ما بين المدينة القديمة والتجارة اللي كانت موجودة دائما في البحر الأبيض المتوسط عبر العصور. لما كنت مسؤول على هذه المنطقة كنت نعمل دراسة على مسألة أين كان الميناء القديم. هذا كل أثر اللي مر على تيبازا يقول هل الميناء القديم هو اللي راه موجود حاليا، ولا هل الميناء القديم موجود مثلا على الشاطئ الغربي في منطقة الشنوة أو على الشاطئ الشرقي. فكنا دائما نتسألوا. في 1968 زار الجزائر أحد أكبر علماء فرنسيين اللي بدأوا يدشنوا في البحث عن التراث المغمور، اسمه إيف كوستو، عنده يعني اسم كبير، واستقبلوا في ذاك الوقت الرئيس هواري بومدين الله يرحمه، وبعدين جاء تيبازا طبعا لأن هي المدينة الأثرية أقرب. كان عنده الباخرة، كان عنده باخرة مشهور، كوموندون كوستو، جاء في باخرته، جاء طبعا للعاصمة واستقبل من طرف السلطات في البلد، وبعدين جاء تيبازا وأنا كنت مسؤول محافظ على منطقة تيبازا. استقبلته قلت له احنا عندنا سؤال نحبه نعرفه، وين كان الميناء؟ قال لي شوف انا نغوص. قعدنا يعني استضفناه لمدة 2 أيام، وكان يبات في الباخرة، وفي النهار يقعد معنا ويعطينا المعلومات على ايش شاف تحت المياه. قال لي ما لقيت اي دليل على وجود الميناء، ربما تحتاجوا بحث اكثر دقيق على يعني ما مر هو مر علينا. أنا اتصلت بجامعة أكسفورد. في جامعة أكسفورد كان عندهم مركز للدراسات على التراث اللي مغمور تحت المياه، فاستضفت 2 خبراء، بروفيسور يورك بروفيسور دافيدسون، جاءوا. يعني النقطة اللي لازم نقولوها هو أنه كوستو يعني مشى تحت الماء، لكن ما جاب معه أي آلة، ما عدا آلة تصوير. أما هذا الخبراء اللي جاونا من أكسفورد جابوا معهم آلة تسمى سونار. هذا السونار كيشغل راديو تحت الماء، كما احنا نعملوا الراديو نشوفه يشوف كيف تحت الماء، كيف يعني موجودين الصخور والأشكال إلى غير ذلك. عملوا دراسة كاملة من شرشال إلى تيبازا، وحتى وصلوا حتى للجزائر. وبعدين لما كانوا في تيبازا أعطوني صورة على منطقة اللي موجودة على كودية، هنا احنا نسميها كودية زرزور. هي هذه الكودية اللي فيها كنيسة تسمى كنيسة سانت سالسا. أنا اشتغلت على أطروحة قديمة قدمها عالم مشهور، هو اللي كتب أكثر كتب على التاريخ القديم في الجزائر، يسمى ستيفان غزال. على تيبازا أيضا يعني على كل الجزائر، وعمل يعني. وعمل الأطلس، عمل حتى الموسوعة على التاريخ القديم. في أطروحته هو عمل أطروحة على تيبازا وكتبها باللغة اللاتينية. وفي أطروحته يبين أنه فيه مخطوط موجود في مدينة طليطلة في إسبانيا، يرجع للقرن السابع بعد الميلاد، ويحكي فيه هذا المخطوط، يحكي على رئيس ناخب باخرة جاي من غول فرنسا حاليا إلى شمال أفريقيا ومتجه إلى تيبازا. ويقول هذا المخطوط أنه في نفس الفترة صارت مظاهرة داخل مدينة تيبازا ما بين المسيحيين والوثنيين، وفيها امرأة
يعني وقفت ودمرت الأصنام، فهجموا عليها وقاسوها في البحر. هذا المخطوط يحكي على هذا الأسطورة ربما، ويقول أنه هذا صاحب الباخرة شاف في المنام أنه الله سبحانه وتعالى يقول له إذا تحب الماء يهدى، ولازم تخرج هذا المرأة من الماء، خرجها ودفنوها. هذا المخطوط يقول دفنوها على الكدية اللي الآن موجود يعني فيها الكنيسة. طيب هذه بين الأسطورة والحقيقة، يعني التاريخ والأسطورة. لكن هذا الاكتشاف اللي عملوه الخبراء هذا التلين الإنجليز اللي جابوا لي السونار، بينوا أنه في جزر صغيرة أمام الكدية هناك كان القناة، يعني في آثار آثار الميناء القديم. طبعا تفاصيل مهمة جدا لمن يتابعنا، أكيد نحن دائما في حالة يعني متعطشين للتعرف على تاريخنا وخاصة التاريخ القديم، ولأنك المنسق العام لهذا الملتقى من الصعب جدا كدورة أولى كانطلاقة أن ربما تحصر الملتقى في زاوية محددة. ربما لو سألتك كيف كانت أولوياتكم، ما هي ربما المعايير في اختياركم للهيئة مثلا بالنسبة للمشاركين، يعني سواء من الجزائر أو من الخارج؟ شكرا على سؤال وجيه، لأنه في الحقيقة أنه الجزائر أخذت على عاتقها هذا الملف من أو جانب من التراث الوطني اللي هو مهم جدا كما أشار إليه أيضا زميلي أستاذ فيصل. هو جانب بالنسبة لنا غامض إلى حد اليوم، بينما فيه بلدان أخرى متطورة ومشت في هذا المجال. وعلى سبيل المثال زميلتنا من إيطاليا المحاضرة تاعها كانت جد قيمة، لأن بينت الجانب التكنولوجي الذي يستخدم في تثمين وصيانة التراث الثقافي المعمول، لأنه جزء مهم جدا. في البداية أشرت إلى نقطة مهمة وهي التراث المادي ولا مادي. ميزة التراث المعمور بالمياه أنه يشمل للشقين، التراث المادي ولا مادي. المادي معروف اللي هو البقايا الأثرية الموجودة في أعماق المياه البحار، والشق اللامادي هو كل الممارسات والطقوس التي تقام أثناء الإبحار أو الرجوع من الإبحار أو الحرف والصناعات التي تكون إلى جانب هذا مهنة البحار. أيضا في القديم معروف أنه هذا الطقوس تقام يعني بشكل يعني عندها طابع أو بعد ديني واجتماعي. أيضا نقطة مهمة نشير إلى أنه التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يقتصر فقط على البحر، وإنما كل النقاط الرطبة تواجد داخل الوطن. عندنا أيضا كما قالت الأنهر، وأيضا نقدر الأهجار مثلا، نروح حتى الأهجار والتقصي. أيوة، إذن فيه نقاط رطبة نسميها النقاط رطبة، إذن حتى هذه النقاط هي معنية بالتراث الثقافي المعمور بالمياه. إذن ميزة التراث الثقافي المعمور بالمياه أنه يتفاعل مع كل الاتفاقيات، ليس فقط 2001. أستاذ حمومة، تفضل فيصل. موضوع التراث تعرف، لأن مش كان يقول أستاذ بشناقي يعني يؤكد أن الجزائر دولة ضاربة في التاريخ، دولة لم تنشأ مع الاستعمار الفرنسي مثل ما قال البعض، يعني نحن أمة قديمة وعندنا موجودة قبل الميلاد تراث الجزائر من زمان قديم جدا. تحدثت على تيبازا وشرشير، كانت كونتوار فينيسيا كانت فيها ميناء والبواخر تأتي، وعاصمة مملكة تراث فوق الأرض، تراث تحت الأرض، تحت البحار. وشيء جميل في الندوة، شخصيا سمعت بعض حضرت في الصباح في الندوة، تعلمنا أشياء كثيرة، ربما ثقافة جديدة الناس معنا بلهاش باللي كاين، ربما قطع أثرية. أعتقد أنه كان هناك اكتشاف لمدافع في الغوش بلان، يعني في الحجر الأبيض في منطقة شرشان، هناك اكتشافات كذلك في عنابة وهكذا. دولك يعني أشياء كثيرة لازالت مغمورة ولذلك ولم نكتشفها بعد، وحتى فكرة التراث الثقافي المغمور بالمياه جديدة بالنسبة يعني للناس، فكرة جديدة مع أنه طبعا تراث هذا قديم. طبعا حتى تكمل فقط في نفس السياق، إضافة وافتح لك قوسين يعني نعم. في صميم الموضوع هو المكنون في التراث الثقافي المغمور بالمياه حسب المصادر القديمة وحسب النصوص القديمة، يعني راح نكتشف يعني كنوز
كبيرة في على طول الساحل الجزائري. لحد الآن يقدر ب 1644، ولكن يظهر أنه الحسابات الأخيرة باستعمال التكنولوجيات الحديثة يظهر أنه أكثر من 2000 الساحل الجزائري. نعم، الساحل الجزائري نعلمنا 1200، احنا حفظناها 1200 كيلومتر عندها عدة سنوات. صحح هذا الرقم، أصبح 1644. ثم في الوقت الحالي يظهر أنه مع التكنولوجيات الحديثة يوصل أو يتعدى 2000 كيلومتر، يعني فقط لازم ندقوا هذه المعلومة. يعني هذا خبر أعطته لنا مع وزيرة البيئة، قالت لنا عملوا دراسات يعني مع الساتلايت، يعني من دراسة تقنية فنية أعطت لنا أرقام جديدة. أنا قلت لها أنا لما كنت نكتب على الشاطئ الجزائري وأهميته كنا دائما نفكروا إلى 1300 كيلومتر إجماليا. نعم تفضل. والتاريخ أو التراث الثقافي المغمور بالمياه عنده أبعاد أخرى أيضا، عنده البعد الاقتصادي والبعد الإيكولوجي والبيئي، وأيضا رح يدخل في عجلة التنمية المستدامة في الأهداف المسطرة من طرف المنظمة الأمم المتحدة للأهداف اللي هي 17، وأيضا في الاقتصاد الأزرق. وهنا فيه أبعاد لازم نأخذها بعين الاعتبار. طيب لازم ندمج، سأقاطعك على الأبعاد التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نفكر اقتصاديا، لأنه منذ سنوات أو خليني أقول في السنوات القليلة الماضية كان فيه جمعيات تنشط على مستوى مدينة بازا مثلا كانت تحدثت عن مشروع ميناء. يعني هل ربما هذا الانفتاح الاقتصادي سيأخذ بعين الاعتبار أيضا ما هو موجود في أعماق البحار حتى ربما لا تتضرر هذا يعني هذه الآثار أو هذا التراث؟ هذا تحدي اللي رانا نأخذه بعين الاعتبار، لأنه كل المشاريع التنمية نحن لسنا ضد المشاريع، فقط لازم التراث يحظى بالعناية اللازم، سواء عن طريق الإدماج ضمن المشروع مثلاً. نعم. أو أخذ يعني مسبقا كما نقول يعني عمليات استخراج هذا التراث. نعم. وأخذ التدابير الحيطة. نعم. لصون هذا التراث. يعني سي حموم، يعني لأن ربما السؤال تراث مادي يكون فوق الأرض الحماية تاعو عندها يعني قواعد تاعها ربما أسهل من التراث اللي موجود تحت الماء. يعني كي توجد مثلا مدافع أو بواخر قديمة كيف تعملوا معها؟ هل تطلعوها وتحطوها في متحف؟ شنو هي الطريقة اللي نحافظ عليها؟ المبدأ اللي متفقين عليه في اليونسكو، يعني حتى اتفاقية هما يفضلوا يعني كل دول متفقين، يعني حتى الجزائر، نحبذ الحل الأول اللي هو الحفاظ في الموقع نفسه، إنسيتو. يعني هذا هو الخيار الأول. إذا كان تعذر هذا إذا فيه ميكانيزمات أخرى للحفاظ على التراث. إذا كان راح نستخرجه كما قال الأستاذ منير صباح، فيه ميكانيزمات أخرى لعملية الصون والحماية اللي تتمشى معها. نعم. طيب، لأن تحدثنا على اتفاقية 2001 وعن اليونسكو، والتقى برنامج أما بعد إريك فالت اللي هو مدير المكتب الجهوي عفوا لمنظمة اليونسكو هنا، والذي كان واحدا من المشاركين وافتتح الملتقى الاثنين الماضي أو خلال هذا الأسبوع. نتابع ربما ماذا قال أو ماذا قدم كشرح لهذه الاتفاقية ولخاصة الجهود التي تحاول اليونسكو التنسيق مع الجزائر ودول شمال إفريقيا في هذا الإطار. نتابع ثم نعود مجددا. الجميع يعرف التراث الثقافي المصنف عالميا من طرف اليونسكو، ولكن كثيرون يجهلون ماهية التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحار والمحيطات. وأحيانا في البحيرات منذ قرون من الزمن. وعليه هذا الملتقى ركز على أهمية دراسة هذا التراث. نعول على الإعلام أيضاً في التعريف بهذا التراث خاصة وأنه غير مرئي بالعين المجردة. في
littéralement pas connu. Nous sommes encore au début de l'étude de ce patrimoine culturel subaquatique. Nous espérons aussi que grâce à vous, notamment les médias, nous pouvons mieux faire connaître ce patrimoine qui, puisqu'il est invisible. إذن كما تابعنا كان هذا التصريح لإيريت فالت، كما قلت اللي هو رئيس المكتب أو مدير المكتب الجهوي لمنظمة اليونسكو، تحدث عن النقاط الخمسة. مزيدا من الشرح ربما. هو الحقيقة يعني هو كرئيس مكتب اليونسكو، ميكروفون فقط سيدنا، كرئيس مكتب يونسكو عنده مسؤولية على كل قطاعات اليونسكو، التربية، العلوم، الثقافة، والعلوم الاجتماعية. فهو طبعا أعطى رؤية ملخصة ما هي اتجاهات اليونسكو في هذه الاتفاقية. أنا هذه الاتفاقية لما كنت في اليونسكو اشتغلت عليها، كنت ذاك الوقت نائب مدير عام للثقافة، واشتغلنا مع خبراء من عدة دول من ضمنهم كمان خبراء من الجزائر، وشفنا أنه كانت فيه نوع من عدم اتفاق ما بين الخبراء. الخبراء اللي جاوا من الدول اللي يسميهم الدول البحرية مثل أستراليا، بريطانيا، الولايات المتحدة، هذه كانت تقول ليش اليونسكو تعملنا اتفاقية جديدة مادام عندنا اتفاقية 1982 اللي تسمى اتفاقية موتيبيغو، على اتفاقية مقبولة من طرف الأمم المتحدة، لكن اتفاقية 1982 يعني أهم الاختصاص اللي يعني تكلمت عليها باش الاتفاق والتعاون ما بين دول في التجارة البحرية، استعمال يعني في على شط البحر عندك الحدود اللي ترجع للدولة، المياه الإقليمية. بعدين عندك الحدود اللي ممكن من ناحية الاقتصادية الدولة تستفيد، وبعدين عندك البحر وهذا لازم له قوانين كذلك. فالمعارضة اللي حتى الآن موجودة، لأن الآن عندنا في اليونسكو 76 دولة وافقت على الاتفاقية، وإحنا يعني نعترفوا باللي الجزائر من ضمن الدول اللي في الحين كانت سباقة أخذت يعني. أخذت بعين الاعتبار هذا حضرتك قلتي باللي يعني هذا الميدان ما كان مهتم به، ما كانش مهتم صحيح. به في عدة دول. لما تشوفي تاريخ اليونسكو، أنه اليونسكو لما عملت الإطار القانوني للتراث ككل بدأت باتفاقية 1954 الخاصة بحماية التراث أثناء النزاع المسلح، يسميها كونفنسيون دو لاهي. بعدين اتفاقية 1970 الخاصة بالاتجار الغير مشروع للتحف اللي تتباع في الأسواق بصفة غير شرعية اللي سرقت من الدول، فاليونسكو عملت هذا الاتفاقية باش توقف هذا الزحف اللي كان موجود من الدول، نقولها بكل صراحة الجنوب، اللي كانوا يجيوا يحفروا فيها من هالجزائر، وحتى من هالجزائر، منها إيطاليا. إيطاليا الآن رها تسترجع ألوف من القطاع اللي طلعت خاصة من صقلية. صقلية غنية جدا، كانوا يجيوا يحفروا ويبيعوا على طريق سوق سوداء، يعني سوق سوداء، لكن بعدين رجعت مفتوحة. فهذه الاتفاقية الثانية. بعدين اليونسكو اشتغلت بعد نتيجة الحملة الدولية اللي كانت عندها نجاح كبير، إنقاذ أبو سيمبل وفيلي في مصر. هذا العمل اللي طلبت الدولة المصرية اليونسكو المساعدة، كان عندهم مشروع من الرئيس ناصر رحمه الله أنه يعمل سد كبير على النيل باش يأخذ يعني صلاحية ويعني نتائج بالنسبة للفلاحة المصرية، اللي يعني أهم مردود في مصر حاليا هي الفلاحة والكهرباء. لكن هذا السد كان يغطي كل المباني من العهد الفرعوني والإسلامي، الناس تتكلم دائما على الفرعوني، وطلبوا من اليونسكو حملة دولية لإنقاذ أبو سيمبل وفيلي، لأن هذه المعابد اللي مشهورة في كل الدنيا. هذه الحملة كونت فكرة أنه التراث الثقافي
ليس ملك لدولة ولكن ملك للإنسانية. وجات الفكرة أنه لازم نشوف طريقة أن العالم يستعرف بالتراث الثقافي العالمي الطبيعي والثقافي. هذا الجمع الطبيعة والثقافة مع بعض واعتراف بتراث عالمي، لأن يعني احنا نقوله في اليونسكو الأهرام في مصر تابعة للدولة المصرية، تابعة للمصريين، ولكن هو تراث إنساني نعم مشترك يعني عالم. بعد هذه الاتفاقية جاءنا طلبات من بعض الدول، وخاصة كنا نقرأ ونشوفه أن التقنيات الحديثة كانت توصل الغواصين مش بس إلى 50 أو 60 متر تحت أعمق. الماء نعم. كثير أعمق، وخاصة كارثة تيتانيك، هذا الأكبر باخرة اللي كانت موجودة واللي غرقت في المحيط الأطلسي في 1912، والآن فيه شركات خاصة اللي عندهم إمكانية يمشيوا وطلعوا الأواني اللي كانت موجودة وطلعوا الكنوز اللي موجودة، مجوهرات الذهب. بعدين شفنا في البحر الكاريب البواخر الإسبانية اللي كانت تمشي تطلع الذهب من أمريكا اللاتينية وتجيبه لإسبانيا، يعني الشهرة اللي صارت في إسبانيا في القرن 16 و17 كانت تجي من الذهب اللي كان يطلع من أمريكا اللاتينية. الآن رهم يعملوا حفريات غير مشروعة في كاريب ورهم يطلعوا كنوز باهظة. بحر الصين نفس الشيء. الآن في باخرة يقولوا باللي الكنوز اللي لقاوها أكثر من 22 مليار دولار من الذهب من الفخار الصيني اللي راه موجود تحت البحر. هذه الأمور يعني أدت اليونسكو والدول أعضاء في اليونسكو أنه لازم نفكروا في اتفاقية تحامي على التراث الغير مادي. هي اتفاقية 2001. نعم. تعرفي أسيا طيب فيصل كنت رح نروح عندك إضافة حاب أطرحك سؤال. في القانون الجزائري في قانون برغم السحموم يعطينا توضيحات أنه عندما تجد أنت قطعة أثرية أو ثقافية أو تاريخية وعندها قيمة علمية هي تابعة للدولة الجزائرية. يعني الناس كتصب حاجة في البحر ما تقولش نديها للدار البيت نديها في الديكور، إنما هي ملك للشعب الجزائري. نعم. ملك الدولة الجزائرية. هو هذا هو صار قانون تقريبا في كل الدول أنه كل ما موجود تحت الأرض كل ما موجود في البحر اللي يرجع للتاريخ اللي يرجع حتى فوق الأرض يعني حتى الآثار بشكل عام يعني سواء من هنا أو من هنا هذا يرجع ملك للدولة. مش ملك لأشخاص. تفضل تعقيب في نفس السياق. هو القانون 0498 قانون حماية التراث الجزائري يكرس كل هذه الأمور حتى هذه الخاصية اللي هي عندما يتم اكتشاف أي أثر سواء فوق الأرض أو في البحر وجب على المكتشف أن يصرح بذلك للسلطات المحلية سواء مديرية الثقافة أو الدرك أو أي جهة يقوم بالتصريح وهذا واجب. والقانون أيضا يكرس عقوبات في هذا الإطار طبقا لقوانين وزارة العدل. يعني فيصل في حال ما إذا عندك شيء وجب تتوجه للجهات المالية لأنه ملك يعتبر ملك للدولة. لأن سؤالك يوحي بأنك لقيت كاش لا لم أجد إن شاء الله سبب 22 مليار تاع الصين وكان بعيدة جدا. لأن الناس على قلت طرح السؤال أنك الناس اعتقدوا كسبوا حاجة صحيح أقول لك ملكي. طيب فيصل ربما يعبش قيمة تحويل جهة الوارد. طيب فيصل نطرح لك سؤال أيضا، أنت تابعت طبعا فعاليات الملتقى منذ افتتاحه يوم الاثنين الماضي بما أنه شفنا مشاركة أيضا لإطارات من البحرية، ربما كنا في الكواليس قلت لك فيصل هل اليونسكو أيضا ستتعرض للصراعات الدولية فيما يخص التراث المشترك؟ هل ربما أمر سيطرح أيضا هذا الشيء يعني بالنسبة لي التراث البحري المشترك خليني نقول رغم أنه موجود حدود طبعا أكيد هو طبعا القانون البحري الدولي يعني مقسم المياه
مياه إقليمية، مياه يعني الاقتصادية، وكذلك المياه الأوتمار يعني البحر. وفي أعتقد أنك الممثل على القوات البحرية لوزارة الدفاع الوطني في الملتقى فسر مليح هذه النقطة، كيف أنه لأن القوات البحرية هي شريك في هذه العملية، في عملية البحث وعملية الدفاع والحماية. عندما تكون المياه إقليمية واضحة يعني ما فيش نقاش، عندما تكون ربما على التخوم بين مياه ومياه أخرى قد تحدث، ولكن القانون الدولي البحري فيه يعني فصل في الموضوع فيما يتعلق بالنزاعات. طيب أستاذ حموم، الأمر غير وارد ولا حتى ملفات مشتركة؟ لا، بالمناسبة كانت في سنة 2022 مهمة علمية مشتركة تحت لواء اليونسكو في أعالي البحار بين مضيق صقلية وتونس. جميل. مهمة علمية في أعماق البحار في موقع إسكيركي لبون دي إسكيركيس، وين الجزائر شاركت بباحثين في هذه المهمة العلمية اللي هي فريدة من نوعها. اليونسكو استطعت أن تجمع كل هذه الدول اللي هي ثمانية، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، وكرواسيا. والجزائر شاركت بشكل فعال يعني، وأنا شخصيا كنت عضو في اللجنة الدولية هذه اللي شرفنا على هذه العملية وكانت ناجحة جدا. وهي هذه المنطقة هي منطقة عبور بين الضفة أو الحوض الغربي والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وإحنا الجزائر معنيين بهذه النقطة لأنه كما أشرت إليه هو تراث مشترك، لأنه نقطة عبور وين كل السفن في القديم كانت تمر وتغرق، لأنه نقطة يعني سوداء في هذه المنطقة. نعم، مشترك موجودة في اليونسكو سواء بالتراث المادي أو اللامادي وحتى في المغمور بالمياه. أردت أن أشير أن هناك في الجزائر متحف وطني بحري. أعتقد هذا المتحف قد يكون له دور كبير عن المستقبل، لأن الأبحاث لازالت مستمرة وربما ما زالت الكثير من الكنوز تحت البحر طبعا قد نكتشفها لاحقا. نعم. لأن الآن الأدوات التقنية والتكنولوجية تسمح بذلك، هناك الذكاء الاصطناعي، هناك الساتر، هناك عدة أديات، لأن الجزائر لازالت غنية كثيرا، ربما هذا ما سيظهر لاحقا عن طريق هذه الاتفاقيات وهذه الشراكات. نعم، وأيضا أستاذ بشناقي، لأنه فتحنا الحديث عن ربما أصبحنا عندما نسمع اليونسكو دائما يتبادر إلى الذهن الصراعات، خليني نقول، حول بعض الملفات المشتركة عن التراث المشترك بين الدول، فأصبح أكثر ما يسمع أو يسوق عن اليونسكو هو هذه الأخبار أو هذا النوع من الأخبار، حتى باستغلال السوشيال ميديا. يعني لاحظنا مثلا بما يتعلق بالجزائر الكثير من التراث الجزائري اللي ربما نعرفه من أجدادنا وأجداد أجدادنا، ثم نشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مثلا ليس جزائريا ويطعن فيه. أيضا هذا النقاش، لا، هذه يعني مشاكل يعني نراها ونشاهدها سواء في التراث المادي أو في التراث الغير مادي، لأن في أشياء اللي تكون مشتركة. صح. أنا تبعت مثلا قضية وصلت إلى حرب ما بين تايلاندا وكمبوديا على موقع أثري مهم، ووصلنا إلى، لأن اليونسكو مش محكمة، اليونسكو يعني مؤسسة علمية ثقافية ما تدخلش في أمور سياسية. لما يكون في أمور سياسية محضة نمشي لمحكمة العدل الدولي، وشفنا هل الحدود اللي موجودة حاليا ما بين تايلاندا وكمبوديا فيها خلل أو لا، ويعني صار حكم من المحكمة الدولية والأبر رجعت من الحمد لله يعني مصيرها الطبيعي، والموقع الآن سجل في كمبوديا. بالنسبة للتراث الغير مادي الآن فيه اتجاه أنه الطلبات تكون مشتركة باش يعني تتجنب مثلا القهوة العربية، صار فيها يعني ملف مشترك من عدة دول اللي يعني عندها عادة القهوة العربية. الكسكس في المغرب العربي، يعني الاتجاه اليونسكو هو أنه عندنا لجان علمية، يعني مش الدول اللي تختار وتأخذ القرار. نعطي لك مثل بالنسبة للتراث العالمي. نعم. التراث العالمي لما الملفات تقدم لليونسكو، وأنا كنت مسؤول في فترة على مركز التراث العالمي، يجيونا ملفات من الدول،
مش نحن يعني موظفين في منظمة دولية حكومية، لازم الواحد دائما يتفكر، وكل الحكومات ممثلة، ما نجموش نحكموا احنا على حكومة. عندنا مؤسستين الاستشارية، واحدة تسمى الإيكوموس، المنظمة الدولية للمباني والمواقع الأثرية، هي اللي تعمل تقييم على الملفات وتعطي رأي، مش الحكم يجي من لجنة التراث العالمي ممثلة من 21 دولة تنتخب من طرف الجمعية العامة للدول موافقة هذا عندنا نفس النظام في اتفاقية 2003 اللي أصبحت مثل الاتفاقية 1972 ذات أهمية كبرى، لأن كل الدول شافت فيها أولا اعتراف لأهمية التراث على المستوى الشعبي. صح. الإيطاليين عملوا ضجة كبيرة لما شافوا أن البيتزا أدخلت إيطالية. نعم. شايف؟ لكن العمل هو عمل فني، عندنا مؤسسات علمية في الفنون، في الموسيقى، في يعني الفن، فن الطبخ إلى غير ذلك، هي اللي تعطي رأيها على هذا الملفات. نعم. باش نتجنب مثل ما قلتي، نتجنب الصراعات، لأن اليونسكو مش موقع للصراعات، بالعكس هو موقع للحوار والبحث على التوافق على المبادئ. نعم. طيب، حتى نواصل النقاش وندعم النقاش ونفتح النقاش، أيضا نتابع آراء وانطباعات بعض المشاركين من الخبراء والباحثين من الجزائر وخارج الجزائر الذين شاركوا في فعاليات الملتقى الأول، الملتقى الدولي الأول للتراث الثقافي المغمور بالمياه، ثم نعود مجددا إلى قصر الثقافة مفتي زكريا بالعاصمة. المشاركة متاعنا اليوم تتعلق بتقديم عرض حول التراث الثقافي المغمور بالمياه في تونس من خلال الدراسات التي نقوم بها في الموقع الأثري بسيدي الرئيس. المشاركة هذه هي تعزيز ودعم للعلاقات التعاون بين تونس والجزائر، ونأمل أنه يكون في مستقبل يعني مشاريع مشتركة في هذا المجال. منذ يعني مصادقة تونس والجزائر على اتفاقية اتفاقية اليونسكو 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تسعى الدول في المنطقة العربية بصفة عامة لتطوير هذا النوع من الأبحاث، وذلك لأهميتها. بالطبع هي أهمية يعني في تنمية المعارف المتعلقة ببعض الإشكاليات البحثية المتعلقة بالملاحة البحرية أو الاقتصاد البحري أو العلاقات بين الدول في مختلف العصور التاريخية. أيضا إلى جانب ذلك هناك جانب يتعلق بالتثمين وأهميته في يعني خلق يعني مسالك مثلا سياحية تحت مائية تساهم في يعني تقديم منتوج سياحي جديد، إضافة إلى أيضا هناك كل ما يتعلق بعملية التحسيس، يعني هو هذا مهم جدا بالنسبه لتشريك الجمعيات وتشريك يعني المحليين يعني ومحاوله تشريكهم وتحسيسهم باهميه المحافظه على هذا النوع من التراث. طبعا هذا الملتقى اللي سمحت لنا فرصه باش نكونوا فيه ونتعرفوا على مختلف الخبرات المحليه والاجنبيه كخبراء كمختصين في مجال التراث الاثري المغمور بالمياه، وطبعا هذه فرصه كذلك لانه اليوم هذا الملتقى ما جاش يعني يوم مجاني، 26 فيفري 2024 هو يعني الذكرى التاسعة أو عيد ميلاد السنة التاسعة من إبرام أو دخول الجزائر ضمن هذه الاتفاقية التي تم إمضاؤها في 26 فيفري سنة 2015. طبعا هذا الملتقى لضم عدد معتبر من المختصين والخبراء في مجال التراث الأثري المغمور بالمياه من مختلف دول العالم، يعني من إيطاليا، من تونس، من فرنسا، من الجزائر إلى غير ذلك. يعني سمحت لنا هنا باش نقدم مختلف الخبرات تاعنا في هذا المجال ونستفادوا من بعضنا، وبإذن الله إن شاء الله راح يعني باش تكون هناك يعني بادرة أو بوابة لفتح الأبحاث في هذا المجال في الجزائر، اللي هو تقريبا
جداً. إحنا بدينا فيه منذ سنة 2018 يعني حتى قبل، ولكن إن شاء الله نحاولوا نحطوا نديروا الركائز الأولى باش نخوضوا يعني في البحث في هذا المجال. شرف لي الحضور والمشاركة، خاصة وأننا قدمنا أول مشروع مميز وفريد. تعاون 8 دول من حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها الجزائر التي لها دور كبير. إذن كانت هذه بعض الآراء والانطباعات عن هذا الملتقى الدولي الأول كانطلاقة. لو طلبت منك تقييم وأنت المنسق العام لهذه الفعالية. شكرا. هذا اليوم أو هذا الملتقى هو في الحقيقة هو محطة تقييمية لكل ما أنجزناه فيما يخص هذا الملف بالنسبة للتراث الوطني. نقيم أنفسنا ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات اللي حققناها إلى حد اليوم حتى نمشي للأمام. والهدف به 3 أهداف رئيسية يعني كنا نتوقعها في هذا الملتقى، هو وضع الأسس السليمة للبحث والتثمين والصون هذا التراث. ثاني نقطة مهمة هو أيضا وضع خريطة وطنية شيما ديريكتور بالنسبة لحماية هذا التراث الثقافي المغمور. غير موجودة الآن خريطة؟ غير موجودة، وإنما أهداف الملتقى. هذا من أهداف هذا الملتقى. أهداف الملتقى. ثالث هدف هو أيضا وضع الأسس السليمة لوضع الخريطة الأثرية للتراث الثقافي المغمور، لأنه فيه مشروع وطني اللي هو المشروع يعني المرجعي اللي هو الخريطة الأثرية الوطنية، ولكن ما خداش بعين الاعتبار هذا الجانب اللي هو التراث المغمور بالمية، وإنما حان الوقت باش نمشي في هذا الاتجاه ووضع هذه الخريطة اللي راح تصبح كوسيلة عمل، ماهوش فقط الجرد، فيها الجرد، فيه توثيق، فيه تقييم كل هذا المكنون، وإنما المبتغى الأساسي هو أن تصبح هذه الخريطة كوسيلة عمل لكل القطاعات الأخرى لتحديد كل المواقع أو الأماكن ذات الخطر الأثري. طيب باعتبارك يعني بالقبعة الثانية وهي أيضا أنك عضو في الهيئة كما قلت العلمية والتقنية في منظمة يونسكو الخاصة بهذا التخصص اللي هو التراث الثقافي المغمور بالمياه، لو طلبت أيضا منك تقييم لدور أو خليني أقول موقع الجزائر من الوضع العام يعني مع دول أخرى، هل تأخرنا، هل نحن ما زلنا متأخرين مقارنة بدول أخرى في هذا الموضوع تحديدا؟ لا يعني بالمقارنة من ناحية القانونية كما تكلمت صباح احنا استبقنا الاحداث، احنا ربما المنظومه القانونيه تاعنا هي من احسن المنظومات القانونيه في هذا المجال بالخصوص. وانما عمليا احنا تصادقت الاتفاقيه في 2015 ومشينا لليونسكو واخذنا العضويه وترأسنا حتى المجلس لعهدتين ودخلنا في كل اللجان وكنا فعالين في تفعيل هذه الاتفاقيه. هذه الاتفاقيه ايضا ابتداء من 2019 راجعت كل المرجعيات او لي ديريكتيف اوبيراسيونيل، دونك هذه ايضا عاودنا فوالا العمليه هذه كلها راجعناها باش نوضع هذا الاطار الصحيح للتراث المغمور بالمياه. احنا في الجزائر منذ سنه 2017 مشينا في هذا المجال، كوننا نواه من الباحثين المتخصصين في هذا المجال اللي هما راهم يتكونوا وفي نفس الوقت راهم يكونوا في اجيال جديده، اذا لازم تكون استمراريه. كاين فرق استاذ حمو، كاين فرق تاع الغوص لان البحث عن التراث في البحر لازم مختصين في الغوص، يعني عندكم عندنا نواه لحد الان عندنا 5 متخصصين وزوج منهم راهم خبراء في اليونسكو. راهم وهما اللي شاركوا في المهمه العلميه في اسكيركي. إذا اكتسبوا خبرة دولية واحتكوا بكل الزملاء الأجانب اللي كانوا صباح معنا، يعني اكتسبوا خبرة وصبحوا كمرجع يعني حتى يقدروا يقوموا بمهمة تقييم في أي موقع إن كان في الدول الأخرى أو في الجزائر، وهما اللي هي على عاتقهم الآن هذه العملية هي الخريطة الأثرية اللي لازم نمشي فيها يعني بشكل سليم.
يعني عندنا كل الوسائل باش نمشي في هذا الاتجاه الصحيح. المركز الوطني في المرسوم لإنشاء تاع المركز، المهمة الأساسية الأولى هي وضع الخريطة الأثرية الوطنية. هو المركز الوطني للبحث عن الآثار، البحث في علم الآثار، عفوا البحث في علم الآثار، هو أيضا منظم هذا الملتقى، يعني شريك في إذن هو مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة، إذن هو اللي نظم من حيث تنظيم هذا الملتقى. طيب نفس السؤال تقريبا اللي طرحته السيد حموم، ولكن لك أستاذ بوشناقي، لو طلبت منك بلغة الأرقام تقييم وضع الجزائر في هذا التخصص اللي هو التراث الثقافي المغمور بالمياه بلغة الأرقام، وين مرتبتنا؟ احنا يعني في الحقيقة رحنا في عدد من الدول التي يعني تساهم في التدريب. يعني في البحر الأبيض المتوسط الدول اللي كانت سابقتنا في مجال البحث الأثري والحفاظ عليها هي الدول شمال البحر الأبيض المتوسط، لأنهم بدأوا من الخمسينات. لما تكلمت على زيارة كوستو إلى تيبازا، هو كان معروف في الخمسينات والستينات، ويعني مجيئه لهنا دفع الجزائر في بحث الميدان الجديد اللي يعني أمامنا والخريطة، وإحنا لازم نستفيد من التجربة اللي موجودة في تركيا. تركيا يعني بدأت منذ سنوات وعملوا متحف في بودروم من أشهر المتاحف البحرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. إيطاليا، الخبيرة الإيطالية اللي جات اليوم يعني من أحسن الخبراء اللي عندهم تجربة و عمل منذ سنوات، مستعدين موجودين معنا وأبدوا استدعاء يعني استعدادهم باش يساهموا في العمل، لأن هذا العمل يحتاج مشاركة وتعاون، خاصة أن التكليف المالي بالنسبة للبحث في اليابسة تكليف مالي أكبر، وفيه كذلك أخذ بعين الاعتبار سلامة الغواصين. أنت تعرفي أن لما الإنسان يغوص في أكثر من 50-60 متر، إذا يطلع بسرعة يكون عند يعني يكون لازم تكون يعني أجهزة جاهزة خاصة يسموها لي كيسون دو ديكومبريسيون بالفرنسي، هذه يعني تكلف. آخر متحدث اليوم الصباح، خبير ومدير عام في بلده في فرنسا على البحوث في البحر، قال أنا الآن حبيت نتكلم على كل المبادرات الحديثة العلمية والتقنية اللي ممكن تنقص تكليف المالي. مثلا ما ورانا بعض الأجهزة اللي الآن راه يستعملها اللي ما تحتاج باخرة 20 طن مثلا، ولكن يعني باخرة عادية. فمسألة يعني بصفة مختصرة، هذا الاجتماع مهم لأنه يعطي أولا صورة للجزائر اليوم في أي مجال الآن رحنا يعني وضعنا بالنسبة للبحث الأثري، ونشوفوا باللي في مرتبة متقدمة. متقدمة. بعدين ما هي التجارب من الجانب الأوروبيين وخاصة كما قلت لك إيطاليا كتير متقدمة، الاستفادة من هذه التجارب. استفادة، وهم طالبين العمل المشترك والمساعدة. فيعني الآفاق موجود. معالي الوزيرة تكلمت على أخذ بعين الاعتبار على يعني الدفع البحوث القانونية اللي تتطابق مع هذه الاتفاقية، هي موجودة في قانون 98 لكن في بنود اللي ممكن تضاف، يعني تعديل، إدخال تعديلات. ثانيا كلنا تكلمنا في الحصة الصباحية، تكلمنا على أهمية التدريب. التدريب لازم يكون مستدام، يعني مش تدرب خمسة وتطلع، لازم دائما يعني تدريب. ثانيا ثالثا الوعي على المستوى المجتمع، لازم المستوى المدني الناس السكان يعرفوا أنه هذا يعني
عندنا الحمد لله يعني مواقع أثرية وكذا، ولكن عندنا حتى هذا المواقع في الناحية البحوث البحرية يجب اللي أن نحميها بعين الاعتبار. والآخر نقطة الإعلام، دوركم في الإعلام مهم جدا. أنا يعني طول حياتي سواء هنا في الجزائر أو في اليونسكو أو في الإكرام دائما يعني ناخد دور على وضع وتوزيع المعلومات الصحيحة العلمية. نعم. وانتو شركائنا في طبعاً الحفاظ طبعا، وهذا أضعف الإيمان. وربما لأنه اللقاء سنختم وسأختم بالإعلام ومعك فيصل ميطاوي، كنت أيضا سأطرح نفس السؤال، ماذا قدمنا كإعلاميين لهذا التراث حتى ربما نضيء عليه ونقدمه للجزائريين للاهتمام به أكثر. وخليني نكون صريح مع الأخوة المشاهدين، التراث المغمور بالمياه لم يهتم يعني لم يرعى يعني الإعلام الجزائري لم يهتم به كثيرا. اهتمينا بالتراث اللامادي وقت الوقت على موضوع مثلا موسيقى الراي او مثلا الكسكسي او الامزاد او غيرها من الوان تاع التراث المادي واللامادي، لكن التراث المغمور بالمياه اعتقد لاول مره سنتطرق له في الاعلام. وكما قال الاستاذ بشناقي، الاعلام نعم شريك في العمليه، لان اليونسكو تاخذ بعين الاعتبار كذلك ما ينشر ويبث من فيديوهات ومن برامج ومن حصص ومما يكتب في مقالات وفي المواقع في دراستها. وبالنسبة للتوعية نعتقد أسيان المجتمع المدني قد له دور كبير، لأن هناك جمعيات تهتم بالسياحة بالثقافة بالتراث على مستوى الولايات خاصة الولايات البحرية، ممكن هذه الجمعيات أن تكون لها دور كبير بالتوعية أولا الحفاظ موجودة يعني موجودة ونشيطة خاصة في مدينة تيبازا يعني وفي قيلة وفي نعم. عنابة وفي سكيكدا في مناطق مدن ساحلية بشكل عام ومستغانة من غير ذلك. لكن لو كنا عمل مثل مشترك مع الجامعة ومع الباحثين مع المركز الوطني للبحث في علوم الآثار وغير ذلك فهذا سيكون مفيد جدا، لأن بحسب ما فهمت من محاضراتها في الصباح عملية البحث صعبة جدا يعني بالنسبة للباحثين باش يوصلوا للقطعة الأثرية فيها عمل فيها بحث فيها دراسة، وبعض الحالات ما يصيبوش يعني يروحوا ربما تكون معلومات خاطئه. وبالتالي ف يعني ان يشارك المجتمع المدني ويشارك الجامعه وتشارك الاعلام، فاعتقد هذا ضروري جدا في الحفاظ على التراث. نعم، شكرا جزيلا لك فيصل ميطاوي على المشاركه واطراء النقاش. كلمه ختاميه من عندك استاذ بوشناقي، ماذا يمكن ان تقول ختاما لهذا اللقاء؟ انا أول فقط الميكروفون من يعني بكل صراحه انا فرحت كثير لما زميلي وصديقي توفيق حموم طلبني باش نحضر في هذا الاجتماع. شفت أنه هذه مبادرة من طرف وزارة الثقافة والفنون، وكذلك وجود وزيرة البيئة ويعني وجود كل الخبراء اللي جاءوا سواء داخل الجزائر يعني من الداخل من قلمة من بلدان أخرى وحضروا في هذا الاجتماع. هذا يعطي الأمل أنه هذا الموضوع يضاف إلى المواضيع الأخرى التي تكون رفاهية وأهمية التراث الثقافي الجزائري. شكرا جزيلا لك أستاذ بوشناق على المشاركة وإطراء النقاش. أيضا كلمة ختامية منك أستاذ حموم، ماذا يمكن أن تقول؟ هل في فكرة من الآن عن الملتقى الدولي الثاني حول هذا التراث؟ أكيد، هي هذه مرحلة أولى، هي المحطة الأولى التقييمية للوضع، الملف أين وصل، وراهم يعني النقائص، وراهم الجوانب الإيجابية. بطبيعة الحال في عمل استشرافي الآن راح نقوم به ونوضع كل الأسس اللي تكلمنا عليها. أكيد يعني راح نعطي مهلة ربما سنتين أو ثلاثة لإعادة النظر في المناهج اللي اتخذناها، هل كانت سليمة أو ما كانت سليمة، لأنه يعني الهدف اليوم هو وضع هذا المنهج. نعم، لازم نتفق على هذه النقاط العملياتية اللي باش نخرج بنتائج يعني بشكل مستعجل. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ حموم، شكرا لكم ضيوفي الكرام، وأشكر طبعا كل من تابع هذا العدد من برنامج أما بعد لهذا الخميس من قصر الثقافة مفدي زكريا. وكما قلت في البداية، نحن هنا في هذا المعرض حيث ربما كما تشاهدون وكما ستتابعون في نهاية هذا العدد هذه التحف من النحاس، طبعا شارك بها قصر الحرف والفنون
قسنطينة للفنان محمد الصالح فيلالي، وذلك طبعا على شرف المنتدى الدولي للدول المصدرة للغاز الذي تحتضنه الجزائر ابتداء من 29 وإلى غاية 2 مارس القادم. بهذا أقول لكم سلام، نلتقي الأسبوع القادم على نفس القناة وبنفس التوقيت. إلى اللقاء.